عندما نعطيو نقدروا الكفاءات الوطنية، عندما نعطي لهم نقيموهم نقدرهم، يمكن أن ينجزوا معجزات. لهذا نحييهم، وطبعا من خلال هذا المركز، المركز من خلال هذا الإنجاز سيمكن لكل المديريات العامة التابعة لوزارة المالية استغلال هذا المركز بوضع الأنظمة الإعلامية لكل المديرية العامة. شاهدتم اليوم تقديم النظام الإعلامي للمديرية العامة للضرائب، والنظام الإعلامي أيضا للمديرية العامة للأملاك الوطنية. وطبعا هذه الهدف تاعه كما تعلمون هو الخدمة، تسهيل الخدمات اللي نقدموها للمواطن لخاضع الضريبة ولكل المتعاملين الاقتصاديين. وطبعا وتخدم ايضا من خلالها ايضا نكافح على الغش الضريبي والتهرب الضريبي وكل ما كل ايضا ما يسمى بكل ما له علاقة مع الرشوة طبعا، وكما يسمح ايضا هذا الانجاز بمكافحة محاربة البيروقراطية. ومرة أخرى هنيئا للموظفين وزارة المالية، هنيئا للدولة الجزائرية، وهنيئا للمواطن الجزائري وللمتعاملين الجزائريين.